لا يسعني إلا في هذه المداخلات أن أتأمل في العنوان وأجده أنه تمحور حول ثلاث محددات أساسية، ألا وهي البعد العلمي، وهو محدد لطبيعة التفكير والمراد منه، وكذلك البعد التشريعي، لأنه لن أقول أنه مغيب، ولكن كان التفكير بعمق الذي وضع العنوان كان علميا محض. البعد العلمي نتحدث عن طبيعة التفكير، التشريعي نتحدث عن البعد الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي، وكذلك السياسي ألا وهو التنزيل واتجاه المسار في هذه المسألة. حقيقة أصبحنا لا ندري أين نسير، على أي أرضية نقف، إلى أين نتجه، وهنا الخلل. الخلل في نظري المتواضع هو أننا لم يعد لدينا واحد القابلية من أجل، أو ما نقولش بعض المصطلح اللي هو قوي شوية ما تبغيش نخدمه، لأنه العقم في التفكير أو الولادة الفكرة كمرحلة أولى. أنا راني تنقول أنا التغيرات المناخية ولا هذا، راه إشكاليات اللي كانت عبرها مر العصور اللي خلق ربي البشرية، وهي تعاني المعاناة، هي والدة البشرية، يعني والدة الخلق. نقول ولادة فكرة، هندسة مشروع من أجل تغيير الواقع، باش نكون عملي ونكون ارتباط عندي مع الإخوان. يعني أقول أن ولادة فكرة، البحث عن ولادة فكرة حتى نقول هندسة مشروع من أجل تغيير واحد الواقع مجالي نعيش فيه. عندي خلاصات أو نسميهم مرتكزات ثلاث يجب العمل عليهم بسرعة. أولا يجب تفعيل المريد البشري. ثانيا يجب اجتراح وتتميل الأدوات في يد هذا المريد البشري. ثالثا يجب حسن اتخاذ القرار، وأنا أطلب من الأخ المسير أن يأخذها كتوصيات. أقول ونعاودها، تفعيل المريد البشري، اجتراح وتتميل المريد المادي، لأنه تقول أن المال هو عصب البناء، ما يمكنش نتحدث على نهضة أو نتحدث عن ثورة أو نتحدث عن تغيير بدون المريد المادي، وأربطه بالمريد الذي نتحدث عليه في 2019، هذا هو المريد اللامادي. هنا نحصل على حسن الحكمة في التدبير المجاني للمدينة. وأختم لأنني محب للشعب، وما العرائش إلا كالهلال في ضوئها، توفى تمام حسنها ثم إن شاء الله لا تغيب.